بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو تذكير للزراعة في الأيام الست من كل عام. نحن نعيش هذه الفترة الآن. هذا اليوم هو اليوم الثاني من الأيام الست، 8 فبراير. الأيام الست تبدأ من يوم 7 فبراير حتى يوم 12 فبراير. هذه الفترة تكون نسبة نجاح البذور وسرعة الإنبات فيها كبيرة جدا، فحبيت أذكر الجميع باستغلال هذه الأيام وزراعة البذور، خاصة بالنسبة للإخوان المهتمين بالزراعة المنزلية. أيضا بالنسبة لتقليم الأشجار المتساقطة، الإخوان الذين لم يقلموا حتى الآن يفضل الإسراع بالتقليم قبل نهاية هذه الفترة، وذلك قبل أن يتم سريان العصارة في النبات. في الختام لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو لتتم الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.